السلام عليكم. بعد الفيديو اللي هضرنا فيها على لي شونجمون اللي داروا ولا لي موديفيكاسيون في الفولي ديال الموبيليتي فرانكوفون، اون ريسي بوكو دو كيسيون تاع الناس اللي تيقول لك اشنا هي بعدا هاد لا موبيليتي فرانكوفون. الوغ هاد الموبيليتي فرانكوفون فهي كتخص الناس اللي هما غادي يجيو عبر عقود العمل في المقاطعات الكنديه كلها الا المقاطعه تاع كيبيك. علاش دارت هذه المساله هذه؟ لان الحكومه الفيدراليه في اطار ديال تشجيع ديال اللغه الفرنسيه في المقاطعات اللي كتكلم بالانجليزيه داروا هذا البروغرام، سموه البروغرام ديال موبيليتي فرانكوفون، يعني باش يشجعوا الناس اللي تهضر فرنسيه يأنستاليهم في هذوك المقاطعات. دونك داروا كشرط انه تكون فيه التيست ديال اللغه. بطبيعه الحال المشغل مزيان عليه، علاش؟ لان تيتعفى من ليميا او لو ام تي. هاد لو ام تي دائما نعاود نشرحها دائما، هي اللي تي دامباك سيغ لو مارشي ترافاي اوبليغاتوار لاي مشغل في كندا، الا في بعض الحالات انه خصو يطلبها من عند الحكومه باش يقدر يجيب او يدير الغوكريتمون على الانترناسيونال. الوغ ليميا كتاخذ من شهر 3 شهور 6 شهور 4 شهور شهرين على حساب كل مشغل وعلى حساب داك لاجون ديميغراسيون كومون الى تريتي، ولا على حساب لي دوكيمون اللي مشاو واش الدوسي بارفي سولفابل ولا لا. ماشي موضوعنا، ولكن هاد البروغرام هادو فتيعفي. دونك اش يولي هنا؟ ثلاثه شروط. لومبلويور تيدير الكونطرا ترافاي، التيست دو فرونسي كيديرو لومبلويي، والجديد اللي حاليا هو ان داك التيست فرونسي مابقاش بي 2، يعني كان نيفو 7 دابا ولا بي 1، يعني تجيب بي 1 فهو مقبول بي 1 وتكون في التيست دو فرونسي. الكونترا العام سيدي المسائل ديالك الباسبور وداكشي الاجراءات العاديه، وكتمشي كدفع لو بيرمي ترافاي تومبوغيغ ديالك المده ديال سنتين. وبطبيعه الحال فالجديد هو انه كذلك بعض الوظائف اللي كان من قبل ما تيقدروش المشغلين يدوزوا من هذا البرنامج، اللي هما كانوا تيتصنفوا في الكاتيجوري فير اف او او ار فير 4 فير 5. دابا حاليا مع هذا الشونجمون اللي داروا تاع النيفو تاع الفرنسيه اللي هبط لبي 1، دخلوا حتى ديك فير 4 وفير 5، يعني اون بو دير معظم الوظائف اللي الناس الى ديكروشاو فيها ان اوفر دومبلوا في المقاطعات الانجلوفونيه الا مقاطعه كيبيك يقدروا يدوزوا من البروغرام ديال موبيليتي فرانكوفون. فتيخصك فقط يكون عندك التيست دو فرونسي تجيب فيه 5 بي 1، يعني النيفو هبط من 7 ل 5. راه ما بقاش صعيب، وحتى دابا حاليا الناس اللي كيسولوا على لي تيست راه ولاو دي زيكول اللي كيديروا البريباراسيون، ولاو لي بريباراسيون كاينين في يوتيوب، كاين الناس اللي دازوا تيتقاسموا معلومات، فالواحد يبريباري والله يسهل على الجميع. تبارك الله عليكم، وحاولوا تقلبوا راه تيجي بالله التيسير، ودزوا من هذا البرنامج سي تخيف.